بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الأهلي في المونديال. الأهلي في المونديال زي ما حضراتكم عارفين بنتكلم عن كل ما يحدث خلال هذه الفترة من بعثة النادي الأهلي في مونديال الأندية. زي ما حضراتكم عارفين امبارح الحقيقة كانت مباراة هامة جدا ومباراة تاريخية. أيوة مباراة هامة جدا وأيوة مباراة تاريخية، وعمري ما هغير كلامي وعمري ما هقول كلام مختلف، لأنه الحقيقة لما نيجي نتكلم عن مباراة نصف نهائي ما بين بطل قارة أفريقيا وبطل قارة أوروبا لازم نقول إن هي مباراة للتاريخ ومباراة تاريخية. الأهلي لعب كويس، الأهلي لعب وحش، بايرن لعب كويس، لعب كويس برضو، هنتكلم فيها وهنشوف إيه اللي إحنا عملناه غلط وإيه اللي اتعمل صح، وهنتكلم في هذا الأمر. ولكن في النهاية هي مباراة للتاريخ، مباراة سيذكرها الكل، العالم كله الحقيقة امبارح. وعندي كلام كتير جدا هقوله لحضراتكم النهاردة، سواء من التصريحات اللي جت من مونديال الأندية أو من بعض النجوم الكبار في مصر، لا في العالم كله عن النادي الأهلي. وهنتكلم طبعا الجزء الفني مع زمايلنا كريم سعيد وأحمد ثابت. ولكن الحقيقة النادي الأهلي بيلعب في المحافل العالمية والباقي مش فاضي غير للتريقة وبس، للتريقة والتحفيل، هو ده اللي بيحصل من امبارح لغايه النهارده. الحقيقه طبعا عارفين انتوا مين الباقي اللي فاضي للتريقه والتحفيل. الناس كلها بتتكلم عن ان النادي الاهلي لعب مباراه جيده، خليني اقول انها مباراه ليست سيئه جدا وليست مباراه قويه زي ما كان متوقع البعض ان النادي الاهلي يلعب مباراه قويه. ولكن احنا كل كلامنا ايه؟ عن ان احنا بنحلم ان احنا نكسب، عن ان احنا بنحلم ان احنا دايما النادي الاهلي لما بيلعب اي مباراه بيبقى بيلعب علشان يكسب فقط، وهذه هي الحقيقة. إذا كان عند حضرتك رأي فني عايز تقوله عنديش أي مشكلة، إذا كان عند حضرتك رأي فني وشايف إن هو قاسي شوية ما عنديش أي مشكلة بالمناسبة إن أنت تتكلم في الفنيات، لأن هنا في قناة النادي الأهلي وفي شاشة قناة النادي الأهلي دايما لما بنيجي نتكلم مع حضراتكم بنتكلم بمنتهى الصدق والصراحة، ما بنتكلمش بأي حاجة تانية، بنشوف ايه اللي احنا شايفينه من وجهة نظرنا من الناحية الإيجابية وبنحاول نبرزه، أما النواحي السلبية بنتكلم فيها وبنقول إن في نواحي سلبية زي مباراة امبارح. وبالمناسبة ده مش كلامي ولا كلام أي حد، ده كلام المدير الفني والإدارة الفنية وإدارة الكورة في النادي الأهلي، وهما بيتكلموا عن إيه؟ إن الناس اللاعبين النهاردة قاعدين بيشوفوا وعاملين اجتماعات وبيشوفوا فيديوهات لمباراة الدحيل ومباراة بايرن ميونخ عشان يشوفوا الحاجات الإيجابية اللي حصلت في المباراة والحاجات السلبية أيضا اللي حصلت في المباراة، لأن ما فيش النادي الأهلي عنده سلبيات. أيوة عنده سلبيات، عنده حاجات غلط بيعملها. أيوة عنده حاجات غلط بيعملها. هل المدير الفني بيتسو موسيماني أدى المباراة بشكل جيد ولا لأ؟ هنتكلم في كل هذا الأمر، ولكن حاجات غلط جوه الملعب طبعا. هل هنتكلم بقى في، لكن لما تيجي تبص على الجانب الآخر